صباح الخير، أهلا بكم. اهتز المشهد الداخلي في الساعات الماضية على وقع الفشل الذريع في صوغ قانون انتخابي جديد وعلى دوي سلسلة الرتب والرواتب. والجديد هذا الصباح طرح علامات استفهام عما إذا كانت هناك أطراف مستفيدة تقف خلف كل ما يحصل وتضرب بالتالي عدة عصافير بحجر واحد، لعل أبرزها تطيير السلسلة والموازنة وتطيير الانتخابات التشريعية. هذا الموضوع من مختلف جوانبه سأناقشه مع ضيفي النائب السابق الدكتور صلاح حنين. صباح الخير دكتور حنين. أهلا وسهلا فيك. من وحي التظاهر والحراك بالشارع نبدأ الحلقة بكاريكاتير أرماح حمصي بجريدة النهار، رسم المواطن تحت عنوان المواطن إلى التظاهر، وقد رسمه وأخرج جيبتيه على شكل يافطة يرفعها احتجاجا. هل بهذا السياق توافق عنوان اليوم سابين عويس بما قال بالنهار عن لعنة السلسلة مجددا بوجه المجلس والحكومة؟ حس آخر ما في المالية العامة نظرة شاملة للموضوع. المالية العامة بدك تشوف أنت موضوع الضرائب وموضوع يعني آخر ما في الوارد النفقات والواردات. نعم. بدك أنت تكوني عم تنتبهي لهالموضوعين سوا، ما فيك تاخدي وحدة بلد تاني. بس بنفس الوقت المشكلة هون أنه عم بجربوا، في عندك تقريبا 27 بند ضرائب اليوم بالموازنة، وللحصول على مليار و600 مليون دولار. بنفس الوقت ما في اي اجراء بتحسي لا موضوع حصر النفقات، يعني الانفاق اليوم العالم كله شايفه انه كبير كثير، بنقدر نعدد لك بنوده. ما في شيء لحصر الانفاق، ما في شيء لتوقيف الهدر ماشي على مصراعيه. بنفس الوقت الدولة بدها تكون هي عم تعمل واجباتها حتى المواطن يطمئن، ويقول المواطن والله عال هي عم تعمل واجباتها وانا عم بعمل واجباتي. ما فيك دائما تطلب المواطن صار له 40 سنه اليوم، من سنه ال 75 ل 74 عم بعيني وعم بقاوم، قاعد بهالبلد بنزل على دكانته، بروح على المستشفى، بنزل على مكتبه وعم بقاوم وعم بهدي. واخر ما في عم بصفي كل شيء على هالقطاع الخاص، على المواطن وعلى القطاع الخاص، هو اللي عم بيحمل، والدوله قاعده تقريبا غايبه عن الوعي، لا في شيء بتعمله مثل الخلق، لا بتعطينا شيء مقابل شيء، بدلك انت امنك مهدد، بدل اقتصادك مهدد، بدل ماليتك مهدده، بدل الوضع الجامعات مهدد بالنسبه يعني للاهل اللي بدهم يفوتوا اولادهم لجامعاتهم. اليوم المواطن بالقليله بده يحس انه عم تعمل واجباتها، وين فيها تعمل واجباتها الدوله؟ قبل كل شيء عندك موضوع الكهرباء، كل العالم صارت تعرف انه كان تقريبا عندك مليارين عجز، صاروا مليار ونص من وراء المازوت مش من وراء هن شطرته. طيب هالمليار ونص عجز صرنا تقريبا 20 سنه بهالموضوع، ما فينا اليوم نساوي الكهرباء حتى بدل ما يكون عندك مليار ونص عجز صار عندك مليار ونص ربح، حوالي 3 مليار. المليار اللي حكوا عنه بالمجلس، مش عم بحكي انا عنه بس هون على الاعلام، بالمجلس انحكى على بالاول على الجمارك اللي في هدر مليار بالجمارك، بالمجلس حكوا وعملي طني مدي عليها ورجعت وقفت كانه في شد حبيل، بقول لا هون انتبهوا هون بنحكي هون ما بنحكي، هول لحالهم صاروا 4 مليار. طيب كمان الضريبه بدها تكون متساويه، شو معنى الضريبه؟ الضريبه مش انت بتدفعي وانا ما بدفع، ضريبه كلنا بدنا ندفع، وقت انت كمان بيكون ضريبه متساويه الكل عم بيدفعوا، كمان هون بدك كمان تفوتي شيء، اقله كمان عندك مليار، صرت بالاربع خمسه سته مليار، هول الدوله واجبها تعملون، وقت الدوله هي بتعملون، ما هيك؟ بتكون انت عم تقولي اقله هي عم تعمل. بعدين ما تنسى انه اليوم الاقتصاد مخنوق لعدة عوامل، ومنا عوامل يعني كمان سياسة الدولة وسياسة الحكومة اللي هي عاملة احباط عند الناس. انت اخر ما في بمرحلة من هالنوع بدك تحفز الاقتصاد، يعني هالمواطن اللي عم بيحمل، نفس الوقت الاقتصاد صار له هلا فترة صار له شي 4 5 سنين عم بيخنق كثير. طيب انت بهالمرحلة وقت اللي بيكون هالقد خانق الاقتصاد، مش كمان بتجي عم تضربي على نفس الاشخاص اللي هن اصلا عم بيدفعوا، بدك تجي تعطي حوافز اقتصادية
فترجع تنعش الاقتصاد. اليوم حوافز تقصد تشجيع يعني حوافز حوافز بمعنى بالعكس اليوم الضرائب مفروض أقله ما تزيد يعني ببعض المواضيع، بعدين تعطي حوافز بمعنى أنه تشجع الاستثمار، الحوافز تشجيع الاستثمار. ما هو هنا النقطة الأساس يمكن يعني قبل ما ندخل بتفاصيل الحراك دكتور حنين، الأستاذ نوفل ضو اليوم بجريدة الجمهورية اختصر الموضوع بأنه فصل المعالجات المطلوبة للقضايا الحياتية والمعيشية لا يمكن أن يفصل عن القضايا المتعلقة بالسيادة المالية للدولة وبكل يعني السيادة الأمنية والعسكرية والسياسية للبحث في المعالجة، يعني هي كله وضع كامل متكامل سياسي كل. بتوافقوا بهذا الرأي؟ دائما المشروع السياسي مشروع كل، ما فيك تعمل اقتصاد بلا أمن مثلا، ما فيك انت اذا بتجي اليوم تقول انا بدي بس مشي الاقتصاد، الأمن بدي اتركه بمكان يعني عودة للمعادلات السابقة. بدك تعالجي كل شيء، مش قضية بالسياسة بدك تعالجي كل شيء، بده يكون المواطن أمنه مأمن، قضاءه مأمن، إدارته مأمن. اليوم كمان الإدارة وقت بدك تنزل بكل هالأمور بدك تنزل بتنظيم الإدارة كمان بتنظيم أجرات الدولة. اليوم كلهم بيقولوا أنه أجرات الدولة يعني بثلاث سنين بتقدر تعملي كل مؤسسات الدولة بدل ما تدفع أجرات على ثلاث سنين. طيب انت حتى المواطن يكون عنده اقتصاد بده يكون عنده امن، بده يكون عنده قضاء، بده يكون عنده اداره، بده يكون عنده بنى تحتيه. اليوم انت وقت بدك تقعدي تروحي من الدوره لجوني بدك تقعدي ساعتين وساعتين ونص، طيب كيف هالحكي؟ بده يكون عنده وسائل نقل، انت كيف عم تنقلي بضاعتك؟ الترين، حدا بيلغي الترين ببلد بامه وابوه؟ كان عندنا بهذيك الايام بس قعدوا بيقبضوا موظفينه بس بهديك الايام كان عندك ترين وترامواي، كنت حضريه، كانت عندك ترامواي البلجيكي هون ببيروت ينقلك، كان على الكهرباء وكان نظيف وكان اذا انت اليوم يعني ما في بنيه تحتيه تستقبل طبعا هذا بدك الامر. بدك ترجع تكفي بالبنى التحتيه، بدك ترجع تكفي بمشاريع طرقات، بترين، بترامواي، تشوفي كيف بدك تنقلي بضاعتك، تشوفي بدك كيف بدك تتواصلي مع العالم كله، اذا بتاخذي كل الخارطه ما في غير عنا ما في ترينات، ما في كيف بده يمشي النقل، نقل البضائع ونقل الناس كمان. دائما النظره بدها تكون شامله. اليوم لبنان بده واحد يقعد على ورقه وقلم مش ياخذ كل شغله بعطيك مثل بسيط، موضوع المحافظات، حدا بيجي مجموعه بتطالب بمحافظه جديده بيخلقوا لها محافظه جديده، نحن اصلا خمس محافظات، اليوم صرنا ثمانيه مدري تسعه، ما في نظره هيدا موضوع بدك تحطيه كله قدامك تشوفي تقسيم حديث، السياسه نفس الشيء بدك تحطيها كلها قدامك تشوفي من امنها لقضاء لادارتها لاقتصادها لمليتها لدينا للغاز كيف بدي اعالج، لا نحن انتبهي سلسلة الرتب والرواتب نحن شو ضد العالم آخر ما في. أنا بالنسبة لي بالعكس بدنا العالم ترتاح، بس حتى العالم ترتاح كمان بدك تكوني مش عم تعملي فخت كبير بالخزينة بكرة الخزينة كلها تنهار. بس أعطيك فكرة، يعني سلسلة الرتب والرواتب كلفتها 800 مليون دولار، بس نقول 800 مليون دولار يعني كل سنة ابتداء من 2017 كل سنة عندك 800 مليون دولار. طيب وبدها تحتسب ايضا لنهايه الخدمه، احسبي بعدين لنهايه الخدمه وبدك وانت كله هيدا يعني باقتصاد اليوم ضعيف وبماليه ضعيفه وعم ترجعي بتحطي ضرائب هيله على اقتصاد مخنوق حتى ترجعي تدفع سلسله التبرواتي. نحن معها بس بنفس الوقت ما بدنا انه تخلق انفلاسيون، يعني بكره اذا امبارح عم نشوف التقارير اللي عم بيقولوها في مواطنين عم بيقولوا انه بلشت الامور تغلى من اليوم وبعد طبعا ما اكل شيء اليوم. ما انت اذا بده هيدا اليوم اذا بده يقبض الزياده بس بكره بده يشوف انه الزياده عم بكفوا اقل من اللي كان يقبضون امبارح، بس ما هيدي مشكله كمان، بس القوه الشرائيه ما تعود بنفس المستوى ما كمان هي مشكله، ما بدك اذا بدك تعطي زياده بدك تهنى فيهم بشكل انه تزيد قوته الشرائيه، مش تعطي زياده وتضعف حيث كل اقتصادك صار ركيك. ولكن يمكن هذه المعالجات تحتاج الى وقت، هل بتنطر الامور؟ اليوم مانشات الاوريون لجور سالت هل نحن بصدد اضطرابات اجتماعيه واسعه حيث السخط الشعبي يواجه الضرائب غير العادله، وتشير للتحركات اليوم وبكره بوسط بيروت بمواجهه هذه القرارات المتعلقه بالضرائب.
هل عم تشعر دكتور حنين انه الشارع بات بمكان منفصل تماما عن القيادة السياسية؟ ايه طبعا، يعني اليوم كمان بنهي بكلمة صغيرة، اجمالا بتعلم الضرائب بتخفض العجز كمان. نعم. بنفس الوقت اليوم وقت اللي المواطن عم بيشوف انه الضرائب عم تعلى والعجز عم بيعلى، ما في غير بلبنان بتعلى الضرائب وبيعلى العجز معه، ما هو الضرائب المفروض تخفف العجز. ايه شو يعني؟ لانه الهدر مستمر، لانه كل شيء مستمر، الهدر بكل شيء. يعني هلا بنقدر نصنفه، بس الهدر كل شيء، من اجارات الدوله للجمارك وللكهرباء، وعددنا ونرجع بنعدد. المهم انه المواطن اليوم بده يحس انه هو، شو بتسمي انت السياسي؟ بتسميه المسؤول، بده يحس انه هيدا السياسي فعلا مسؤول عنه، مسؤول عن مستقبله. يعني هيدا السياسي عم بيحسب كيف بده يأمن له مستقبل. اليوم المواطن ما بقى حاسس انه السياسيين في هذا الموقع، لا بيعملوا له انتخابات، لا بينتخبوا له رئيس، لا بألفوا حكومة، بمعنى انه الرئيس مفروض بلحظتها ينتخب، انتخب هالمرة بعد تقريبا 3 سنين، وهذيك المرة بعد تقريبا سنة. كل حكومة بتاخد أوقات، بده جسر طويل عريض. الانتخابات صارت مأجلة مرتين ويمكن أنت رايحة على التالتة. طيب هيدا السياسي لا عم تعطي قانون انتخاب مثل خلق يقدر يجدد بالطبقة السياسية بالمجلس النيابي أقله حتى يقدر يضلوا على التواصل معهم، لا بتعملي له انتخاب رئيس مثل خلق. هالسنتين ونص ثلاثة خنقوا المواطن، خنق على كل المستويات. طيب آخر ما في، إذا بده يطلع اليوم المواطن بالطبقة السياسية شو بيشوف؟ هل بيشوف انه في ناس معنيين فيه وبمصيره وبمستقبله وبمستقبل اولاده، او عم بيشوف انه اتحد المال مع السلطه، صارت قضيه مال وسلطه، وهالمال وسلطه صارت يعني هي تتفوق على كل الاجواء السياسيه بالبلد؟ لليوم ما في قانون انتخاب بعد. هلا رح نحكي بالقانون بثاني قسم، بس الخيارات امام الحكومه ما هي؟ يعني جريده الجمهوريه بتقول يا يعني خيار اقرار السلسله مع ضرائب، واما عدم اقرارها ما سيثير مجددا الموظفين. ليش والمعلمين ليش ما؟ طيب هيدا خيار، هن الخيارين هيد فقط؟ لا ابدا، هن عم بيقولوا خيار انه اقرارها بلا الرواتب او يعني اقرار مع الضرائب ما سيثير الشارع، او بلا ضرائب نحن شو الموظفين اليوم المطالبه؟ شو خلي ترجع تراجع ضميرها هالحكومه المحترمه، وتراجع حساباتها، وترجع تقول من الالف للياء كيف بدها هي. طب ليه دائما القطاع الخاص والفرد والمواطن هو بده يحمل الاعباء؟ ليه هالدوله المحترمه اللي غنيه، هيدي دولة نحن صلنا 70 سنة بينضرب هالشعب ليلك نهارك، وبعدها الدولة قائمة، وبعده نعم. حتى عم بيروح هدر منا، حاسة دولة غنية غنية، بس كفى يعني عاملين لنزيف، وهالنزيف ماشي. اليوم الحل الثالث ولازم يكون الحل الأول والأساسي، إنه نشوف كل هالموضوع، نشوف من موضوع الإدارة وتنظيمها لموضوع الضريبة على الجميع لموضوع الكهرباء والجمارك وحصر النفقات والإيجارات البلد عامي و وبعدين أنا واثق إنه إذا عملوا كل هول ما بودوا أبدا محتاجين اليوم، ما بودوا، خاصة إنه بعد عندي الغاز اللي عم بينحكى عنه واللي بعدها هلا طويل فعلا هلأ. طيب عاد، بس انه هيدا كمان بدنا نشوف ينزل بالحساب، ينزل بحساب العالم، ما ينزل بحساب بكره بجيوب البعض كمان. كل هالامور اليوم المواطن اذا بتقولي له والله انا عملت واجباتي اقله، اولا ما بودي رح تطلبي منه انت اكثر ما عم تطلبي منه، واقله بصير يعرف انه اذا عملت واجباتي رح يصير في تحفيز فوري للاقتصاد بدون شيء، حس رح يقول لك نحن صرنا بدولة عادلة، بدولة فيها موازنة، بدولة فيها اقتصاد. إذا ومع الغاز لاحقا صار بيقدر حتى يبلش يرد ديوناته، ونحن على ألف خير. الدولة تعمل واجباتها، حاجة الدولة تضلها هي معبية جيبها، أو البعض معبيين جيبهم، ودائما العبء على المواطن، ودائما العبء على القطاع الخاص، ما بقى يحمل القطاع الخاص. ولكن دكتور حنين اليوم في جو معين عكسته الصحف ومنها جريدة النهار نقلا عن المناقشات الوزارية، تستشعر مناخ غير طبيعي يسود البلاد، ولكنه يبقى قابل للاحتواء إذا تصرفت القوى السياسية بوحي من التزاماتها. وكنا عم نحكي قبل ما تبدأ الحلقة، من يعني من هم في الشارع اليوم؟ هم نفسهم عندهم وزراء
في الحكومة، يعني هون كيف بتنظر لهالموضوع؟ هل هو توزيع أدوار؟ هل هو انفصام بالشخصية؟ يعني ما بعرف كيف بتوصف هذه الحالة. هيدي الدولة الوحيدة يلي كل المجلس النيابي بالحكومة وكل الحكومة، ويلي اللي بيكون بالحكومة هلا بالمجلس النيابي بيقدر يكون طبعا معارض إذا في حكم معارضة. نعم. بس كل المجلس النيابي بالحكومة، وبالحكومة في عندك وزراء حاكمين، إذا حكموا ما حدا عم بيحكم برأيي، بس عندك وزراء خلينا نقول موالين ووزراء معارضين. يا أخي الحكم حكم، أنا ما بفهم، كل المجلس بالحكومة والحكومة فيها وزراء ما بيشتغلوا إنه نحن معارضين، نحن حال الوزير بده طبعا بكل جلسة بده يعطي رأيه بكل موضوع، بس الحكومة حكومة، الحكومة فيها تماسك، خاصة عم بسمونا إياها كمان حكومة وحدة وطنية، ما كلكم قعدتوا فيها، حبيبي عال كلكم قعدتوا فيها، بالقليلة قعدوا فيها لمشروع، يعني أنا ماني ضد إنه يكون في حكومات وحدة وطنية، بس دائما حكومات وحدة وطنية بتحدد، اليوم هيدا اللي عم نحكي عنه هيدي من الأمور بدها تحدد، الأمن والقضاء والإدارة والضرائب ومالية الدولة، هيدي بتحدد أهداف، نقول نحن جايين على سنتين ثلاثة أربعة بدنا نحط القطار على السكة، وهي الأهداف اللي بدنا نحققها. طيب نعم. كلهم اجتمعوا بهالحكومة شو أهدافهم؟ لا بفوتوا كلهم سوا، بس بتضاربوا كلهم سوا جوا، مش على منطق تقول إنه والله وزير عم بيعارض تمشي الأمور. هذا الكلام وكأن ما في عهد جديد، ما في مناخ جديد دكتور حنان، يعني لم بعد ما مرق ثلاثة أشهر وبدأ الشعور مثل وكأن بالإحباط من كل هذا المشهد. لكن هو الغريب، يعني إذا طبعا أنت من اللي بيروحوا وبشوفوا بيسألوا، الغريب أنه من وقت هالعهد نحن كنا متأملين أنه بالعكس يصير في حالة مريحة ويرجع المواطن يقول ها رح تمشي الأمور، وبالقليلة تحسي بالسوق أنه في شيء تغير، نو المواطن مرتاح، وانت بتعرفي انه السوق نبض وبتحسي. الغريب انه من وقت ما صار في عهد جديد ما صار في ابدا لا احساس ولا شعور انه الامور تحسنت، حتى يلي مع هالعهد ويلي ناضلوا كرمالها لانه يجي على هذا، ويلي كان بدنا كمان في مكان ما منهم شايفين انه في مخرج. يا ست رولا، الحكم وعي وقدره ورؤية ونظرة واستقامة وجهد وعمل وخبرة، وبده يكون واحد محروق قلبه حرق حتى يشتغل كل يوم ليل مع نهار حتى يحط يعني مشروع طويل إلى الأمام ويقدر هالمشروع يكون متماسك. أنا عارف الصعوبات، مش عم بقول لك ما في صعوبات، والا لكن شو الحكم؟ كل حكم بده يجي يعني يتراجع على ورق اكثر من حكم، اليوم الواقع ما حاسين لليوم في حكم، ما حاسين انه في شيء، انه طيب ربحونا جميله بشويه تعيينات، ماشي الحال، يعني انه اذا التعيينات ما بقى قادرين نعملها ماشي الحال. الحكم اكثر من تعيينات، التعيينات هيدا تحصيل الحاصل، الحكم بدنا رؤيه، بدنا استقامه، بدنا نشوف انه المسؤول معني عن الناس حتى الناس يبلشوا اقل يقولها معنيين عنا، عم بيشتغلوا على مواضيعنا، خلينا لكن نتامل نعطيهم فرصه. حتى اليوم جريده المستقبل قالت المفارقه انه بعض المطالبين بالسلسله والمستفيدين من اقرارها هم اول العاملين على اثاره الغبار واشاعه الاخبار الغلط والارقام الغلط بما يؤثر في الخلاصه على النتائج المرجوه. انه نعم، يعني جريدة المستقبل حتى عكست هذا الجو. ويحيى جابر بجريدة الشرق بيقول أنه ما حصل داخل مجلس النواب وخارجه لم يكن عفويا في القسم الأكبر منه، بل كان مخططا ومعدا بإتقان، وجهات متضررة تقف وراء ما يحصل مستفيدة من مشاعر الناس على أبواب استحقاق الانتخابات النيابية. هون إذا بدنا نحط الإصبع على الجرح دكتور حنان، الانتخابات النيابية هي بالنهاية خلف كل ما يحصل، يعني لسوء الحظ. أنت طيرتي بسنة 2005 طيروا السياسيين جو طويل عريض كان راكب حول هالساحة، طيروه من وراء الانتخابات، هيدي المظاهرة العظيمة اللي صارت، ما بقى نحب نذكر تاريخها 14 أذار. أي هيدي المظاهرة الرائعة يلي صارت، يلي نزل هاللبناني عفويا، ما نزل يطالب باستقلاله بسيادته، نزل يطالب انه ليه عم يطالب الاستقلال بسيادته، ينقل الى دولة هي دولة،
طيب هيد كل هيدا الشو بدل ما ننقل مع الناس مع احلامهم وطموحاتهم واميلهم الى الدوله، اجت هيدي المنصه طلعوا عملوا فيها خطابات بهداك النهار، انفصلت عن هالساحه وتركت الساحه بالارض وتركت الاحلام والطموحات والامال بالارض، وهن راحوا على الانتخابات من وقتها راحوا على الانتخابات، هيدي كانت فرصه رائعه بوقتها انك تقدر تشوفي كيف بدك تجمع الامور باراده وطنيه، حس كانت الاراده الوطنيه الواضحه وتاخديها من مش بس انه بدنا نظهر الجيش السوري اللي طبعا اساس، بدنا نظهر الجيش السوري حتى نبدا الدوله، حتى يكون عندنا بلد نعيش بكرامتنا فيه، هيدا الشيء ما صار. واليوم كل الامور اذا بتقولي لي مرتبطه بالانتخابات، هي لسوء الحظ دائما بس تلوح الانتخابات بصير كله يعني ديماغوجيه وكله شعارات، كله شعارات. بس انا بدي انه الناس نحن ويننا، يعني نحن شايفين انه كلها ديماغوجيه وكلها شعارات، كلها نحن ويننا اليوم بكره بالانتخابات شو بدنا نعمل؟ هون السؤال، بكره بالانتخابات شو بدنا نعمل؟ هل بتشك انه رح ترجع يعني تلك القاعده ترجع تنتخب نفس الاشخاص؟ خلينا ناخذ بريك لنفوت بموضوع الانتخابات والصيغ الانتخابيه بعد التوقف مع اول فاصل.